أحسن الله إليكم. من أسئلة السائلة أم عبد العزيز تقول: فضيلة الشيخ، ما حكم تشقير الحاجبين مع المحافظة على عدم نزول أي شعرة من الحاجب، وهل يدخل ذلك في اللعن؟ وما حكم أيضا صبغ الشعر باللون الأسود، وذلك ليس لتغطية الشيب، حيث إنني فتاة صغيرة عمري 18 سنة، ولكن لأجل التزين وإخفاء صبغة قديمة مأجورين. تشقير الحواجب لا يجوز، لأنه من العبث، والحواجب تترك على ما هي عليه، ولونها لون جميل، لونها لون جميل، خلقه الله لونا جميلا. كذلك شعر الرأس إذا لم يكن فيه شيء فإنه لا يغير بالأصباغ، بل يبقى على لونه الخلقي، وهو أجمل وأحسن. وهذا من العبث الذي ما أنزل الله به من سلطان. أو إن بعض النساء تقصد بذلك أن تحول شعرها إلى ما يشبه شعر الكافرات والفاسقات، بصبغه بلون يشبه صبغ نساء الغرب التي تراهن أو ترى صورهن في التلفزيون، تريد أن تحاكيهن وأن تشابههن. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. نعم.